عاملين ايه؟ أتمنى تكونوا بخير كم مرة قلت لنفسك ليه اخترت الاختيار دون او كم مرة حاولت اصلا تعيد اللعبة من عند نقطة محددة بسبب خطأ صغير قد كده والخطأ ده ببساطة هو فزلكتك ايوة معظمنا بيحب يتفزلك في الالعاب وفي بعض الاحيان بتكون فزلكتك دي سبب في تعاستك اكيد يعني لان في بعض الاحيان ممكن تعيد اللعبة بالكامل عشان اخترت اختيار غلط او في بعض الاحيان مثلا فزلكتك بتتسبب في ضحكك بشكل هستيري لانك ببساطة قلت مستينا. جرب الشيء ده وفجأة صدمك برد فعله النهارده هتكلم معاكم يا شباب عن اغبى وافضل فزلكه بيتفزلكها اي جيمر في الالعاب فحضر نفسك وجهز مشروبك اللذيذ عشان تستمتع بالفيديو ده ولكن قبل ما نبدا ظبط عليا يا عم كده بلايك وسبسكرايب في القناه عشان نوصل بقى وما تنساش تروح القناه الجديده برضو تظبط عليا هناك بسبسكرايب ولايك والكلام ده عشان نعمل تختيم مع بعض على طول وبس يلا بينا نبدا زي ما تعودنا نوحد الله لا اله الا الله ونصلي على المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام وبكده اخذنا حسنتين مع بعض بص المركز السابع حابب اخليه الاختيار الغلط هو مش غباء منك ولكن كسل لان مين فينا محسش بملل شديد جدا في الالعاب الار اقصد في الحوارات طبعا انت حرفيا قادر تتكلم اي حد في العالم مش بس كده انت قادر كمان تخلص له مهماته بس الحلو في الموضوع بالنسبه لي ان الناس دي بيكون وراهم قصه يعني ممكن تكون قصه حلوه او ممكن تكون وراها الغاز كتيره <applause> Either. I'm here for money money وكل دون بيعيشك مغامره فريده من نوعها فانت مضطر تشوف الحوارات دي ما بينك وما بين الناس دي في العالم بالكامل طبعا بس للاسف حضرتك بتعمل سكيب بص يمكن إلدن رينج اصعب القصص اللي ممكن تفهمها خلال لعبك للمره الاولى فمن الطبيعي اكيد ان انت بتعمل سكيب للكلام سواء في المهمات الجانبيه او حتى كمان القصه بس بعدها بتكتشف ان اختياراتك دي دمرت لك باقي القصه لانها بتوديك لطريق تاني خالص انت مش عاوزه لان احيانا اختيارك بيختصر عليك انك تنهي الجيم وتسيب الشرير بدون حساب او انك مثلا تصبح انت الشرير نفسه ده شيء ما يزعلش انك توصل لنهايات مختلفه ولكن اللي يزعل انه في اختيارات ممكن تختصر لك اللعبه بشكل كبير جدا لدرجه انك ممكن تفقد فيها كام ساعه كمان بسبب انك اخترت اختيار عن طريق السكيب بيني وبينك انا بعمل كده الصراحه خصوصا في اساسنز كريد فالهالا ممله فعلا ومليانه تكرار كمان لكن ما قدرتش اعمل الكلام دون في الدن رينج لان اللعبه مليانه لور يا جماعه لازم تكتشفه بنفسك فانت قول في تحت تخطي الحوارات وصلك لايه خلاك تزعل وتعيد الجيم من الاول بعد بعض المواقف ممكن توصلك انك توافق على عمل سيكو سيكو اصلا بس طبعا ما تقولش لحد الكلام ده بيني وبينك فبطل تسكيب بدون ما تفهم الحوارات وخليني اخدك للمركز السادس معانا واللي حابب اخليه بعنوان انتوا بتعملوا فيا كده ليه مع ان انت اللي بتعمل كده في نفسك وهو توهانك في عالم اللعبه يعني زي العاب السولز كمثال ولكن ما ينفعش ان انت تحمل اللعبه الخطا ده لان انت السبب فيه يعني انا افتكر كويس قوي اول ما صدرت لعبه زي Elden Ring كله قال لك احنا ضيعنا فلوسنا على الفاضي لعبه ما تستاهلش ضيعت وقتي وفلوسي وكمان صحتي انا بقيت باخد مهدئات طب ليه يا حبيبي ليه كل ده يقول لك ازاي يحطوا بوسز زي دون في اول اللعبه ده بوسز اخير اصلا <تصفيق> <تصفيق> حضرتك دي لعبه ار بي جي اساسها اللي هي مبنيه عليه الصعوبه ده ده رقم واحد في العاب السولز تاني شيء انت اصلا بتلعب لعبه اوبن وورلد وايه بقى سولز كمان يعني انت اصلا مش مطالب منك تقتل الفيرست بوسز لكن انت بتكون محكم عقلك تقتله حضرتك دي مش لعبه خطيه دي لعبه عالم مفتوح بلس اصلا انك مطالب تعمل ابجريد للكاركتر بتاعك الاول انت اصلا بتكون زي المولود جديد في العالم وده خلي بحته كلبه في ايدك على وحش زي ده وعاوز تموته لول بجد وعاوز اقول لك ان ده فخ وقعنا فيه كلنا انا عن نفسي وقعت فيه اول ما لعبت اللعبه حتى عارفين السولز نفسهم لكن عاوز اقول لك اول ما لبست دروع وعملت ابجريد للليفلز بتاعي وظبطت كمان الاسلحه رجعت فشخت ام البوسز دول انت قمت منه حرفيا وبجد بتلاقي متعه مش طبيعيه في الالعاب اللي زي كده لما بتعمل ابجريد لنفسك اللي هو بتقول لنفسك او للبوسز دول انا ماشي يا سوسن بس هرجع لك تاني ومش هرجع لك اي حاجه ده انا هرجع متريش قوي فبلاش تتفزلك وتروح لي على كل بوسز بالالعاب اللي زي كده وتحاول تخلص عليهم في اول اللعبه وكانك بتلعب القصه كده القصه شيء والفيلنز اللي حوالين العالم عالم شيء تاني خالص عايز اقول لك ان اصلا معظمهم بيرسبنه تاني فبطل فزلك يا اسطى وامشي على مسار القصه احسن رقم خمسة يا جماعه حابب اخليه بعنوان شغل عقلك يا اسطى انا واحد من الناس بحب الفزلك الصراحه ولعبه ريد ديد ريدمشن 2 مليانه فزلك الحقيقه مش بس هي في العاب تانية كتير جدا زي اساسينز كريد بلاك فلاج مثلا في ريد ديد ريدمشن المبتدئين فيها بيلاقوا نفسهم بعد ما سرحوا في العالم كله عاوزين يعملوا مهمه بقى والمهمات بتكون على بعد اميال وهو حضرته في نص الغابه فبياخدوا الحصان بتاعهم واللي في بعض بعض الأحيان لو سيبته بعيد عنك عمره ما هيرجع لك يعني لازم تقرب منه بس مش دي الفزلكة هنا الفزلكة إن الشركة بذات نفسها بتعمل لك مسار على الخريطة عشان توصل لمكانك المحدد زي جي بي إس يعني وإنت بتقول لنفسك لول أنا همشي كل ده؟ لا أنا هطلع الجبل اللي قدامي ده بالحصان وكده أبقى قطعت نص المسافة وفجأة <applause> اقسم بالله يا جماعه لما الحصان كان بيقع كان قلبي بيقع معاه مش عشانه ما يغور في داهيه يعني انا ما يهمنيش ولكن عشان ان اقل وقع عليه بتلاقيه مطلع لسانه وبيقول لك ارجوك خلص عليا من غبائك ساعتها يا اما بتقفل الجيم يا اما بتورط نفسك انك هتمشي على رجلك كل المسافه دي ويا سلام بقى لو مبتدئ تلاقيه بياخد السرج بتاعه من على الحصان وبيفضل شايله وبيجري بيه كمان قال ايه عشان لو لقى حد راكب حصان يقتله وياخده منه ويركب عليه طبعا السرج بتاعه حضرتك ارثر مورجان بيتعب من المشي وهو مش شايل حاجه ابونا معاه كمان بيتشييله كمان سرج حصان كامل اللي هو ارثر بيقول لك ابوس ايدك امسح اللعبه وسيبني في حالي زي بالظبط بلاك فلاج. في اربع سفن تقريبا على حواف الماب كلهم جامدين جدا فكل ما بتروح عندهم بيموتوك بعد حرب طويلة طبعا معاهم ففي بقى فازلوكا حب ينط في المية قبل ما يلمحوه وياخدها عوم لحد عندهم عشان يطلع لهم من المية ويقتل كل الطاقم اللي على السفينة سيبك من المسافة الطويلة وسيبك ان دي فكرة مستحيلة اصلا انت اصلا بيموتوك اول ما توصل عند السفينة بتاعتهم بكم متر صغير بيضربوك بالنار وبيموتوك على طول يعني اللي هو بيخليني اقول له حضرتك كنت ممكن تموتني اول ما نزلت من السفينة بتاعتي يعني من بدري قوي ليه تستنى لما قربت عندك ليه بتديني الامل وتاخده تاني فحضرتك ما عشان لو اساسنز كريد اتعمل لها ريميك اعمل ابجريد للسفينه بتاعتك الاول وبعدين روح حاربهم فخلينا ندخل على رقم أربعة وحابب اخليه بعنوان يا اسطى اسمع الكلام من لعبه كول اوف ديوتي مودرن وورفير 4 في المهمه دي بتكون فيها معاك القائد بتاعك في مكان مليء بالجثث الفكره بقى ان في كلب مسعور بياكل في الجثث دي طبعا القائد بتاعك بيقول لك ما تجيش جنب الكلب ده نهائي فانت تسكت لا طبعا لانك عاوز تشوف هيحصل ايه اذا قتلته اصلا انت بتقول لنفسك لي هو ليه بيحذرني هو ما فيش غير كلب واحد يعني لو خلصت عليه خلاص خلصنا منه لكن بتتفاجئ لما بتقتله بسرب كامل من الكلاب المسعوره بتهجم عليك انت والقائد بتاعك وبيموتوا فيكم انتوا الاثنين يعني انا لو من مكان القائد بتاعك دون ما كنتش حذرتك اصلا كنت قتلتك على طول بلاش يا اسطى تتفزلك بالله في مواقف زي كده معاك ارواح وخلينا ناخدك بقى للمركز اللي بعده واللي بعنوان ايه ذنب العالم مش عارف والله يا جماعه بس الموضوع فعلا مغري قوي في لعبه هيتمان ابسولوشن في مهمه بتعملها داخل مختبر ديكستر هناك في المختبر ده بتلاقي قنبله ذريه متعلقه في السقف يعني هل انت كلاعب عندك مخ بتفكر بيه هتشوفها وتسكت اكيد لا خصوصا انك معاك سلاح اللي خلانا نرمي الخراطيش زمان تحت كراسي الناس الكبيره على القهوه يخلينا نطلع الجونز بتاعنا ونضرب على القنبله اللي زي كده اللي اقصد اقولهولك ان الموضوع مغري الصراحه سواء في الجيم او بره الجيم زي بالظبط الصناديق الحمراء في الالعاب برضو بتضرب عليها بس هنا بقى انت بتبقى متخيل انها ديكور منظر ولكن لو ضربت عليها بتطلع حقيقيه وبتنفجر فعلا. اعتقد دي من افضل الفزلكه اللي احنا ممكن نتفزلكها في حياتنا لان رده فعلها صراحه جامده جدا بس انا عايز اسالك سؤال يا اسطى ذنب العالم ده كله ايه؟ بصراحه كانت تستاهل نضرب عليها بجد يا جماعه انا مريض انا خليني بقى اخدك للمركز التاني معانا من ذا 3 بعنوان جنون البقر حضرتك اكتشفت جليتش تسيبه في حاله اكيد لا طبعا هتحلبه وده اللي حصل فعلا في اللعبه فيه البقر اللي احنا عارفينهم كويس جدا بتقدر تستفاد منهم لو قتلتهم عن طريق تاخد الجلد بتاعهم وتعمل منه فلوس تقريبا كانوا بيرزبنهم كل شويه ففي جيمرز لاحظوا الموضوع ده وقعدوا كتير جدا يفرموا فيهم لحد ما الشركه عرفت وراحت منزله تحديث على طول شلفطت لك الفزلكه بتاعتك عن طريق انهم حطوا لك بقره ضخمه جدا على شكل وحش عشان كل ما تفكر تتفزلك وتعمل الكارثه ديا الوحش ده هيجي لك ويقتلك المشكله انك ممكن تواجهه عادي وتقول ده وحش يعني حاجه احنا بندور عليها اصلا ولكن للاسف صعب جدا وحتى لو موتته بينزل لك وحش غيره زيه بالظبط وبيفضل يطارد فيك طول اللعبه مش انت اللي دورت على طريق سهل قابل بقى ونصيحتي ليكم يا جماعه بجد بلاش جليتشات يا اخوانا استمتعوا بالجيمز احسن سواء بالكرافتنج او تجميع الموارد احسن بكتير من انك تحصل على كل شيء بسهوله تموت متعتك للجيم لان المتعه انك تطلع السلمه واحده واحده مش تاخدها نط بطل فزلكه يا اسطى نخش على المركز الاول وحبيت اخليه بعنوان خد بالك اوعى في حياتك تلعب لعبه ار بي جي سولز وتقول هطور بعدين ما ينفعش يا اخوانا والله ما فيها فزلكه ديت ما ينفعش طول الجيم تفضل تفرم وتجمع رونز وعملات وفي الاخر تكسل تروح لاقرب جريس عشان تلفل نفسك المشكله ان عالم الجيم كبير قوي وممكن بسبب كسلك دوت تموت خلال مشيك في العالم مثلا وساعتها الرونز اللي معاك والنقديه كلها هتقع فهتضطر تروح عشان تجيبهم تاني من المكان اللي وقعوا فيه بس مش هنا المشكله المشكله انك لو مت خلال طريقك ليهم خلاص راحوا عليك فاصلا تجميعك للاشياء دي في الجيم صعب جدا والامر المحزن ان كل ليفل انت فعلا محتاجه لانك بتزيد في القوه فبلاش يا اخوانا وكسل في اللعبه دي بالذات ولا تقول لنفسك حتى هختصر زي لعبه ريد ديد ريدمشن 2 ايوه ما تقولش لنفسك هعمل ابجريد في وقت تاني لما الاقي جريس ما تروح من الماب على طول وبطل الكسل بدل ما تعبك كله يروح ما فيش هزار يا جماعه مع الجيمز اللي زي دي بجد لان الهزار هيعاكن عليك جدا طبعا في اكتر من كده يا جماعه فزلكه في الالعاب والجيمرز الصراحه ما يتوصوش فعرفوني في الكومنتس تحت ايه اكتر لعبه انت اتفزلكت فيها واتضايقت جدا ولو في فزلكه خليتك تفرح برده عرفني بيها لان في حاجات مجنونه الصراحه هستنى رايكم كلكم في الكومنتس تحت وشكرا بجد على الدعم ولو وصلتم لحد هنا فانتم احسن ناس في الدنيا اشوفكم الفيديو يلا سلام